في سياق آخر، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر يونيو وفقا لنظام الشرائح ولمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية بمنافذ الصرف. تنضم إلينا الزميلة جاكلين ماهر مراسلة إكسترا نيوز. جاكلين، برحب بك، وكيف تبدو الصورة لديك؟ تفضلي. تحياتي لك ندى وتحياتي للسادة المشاهدين. وفي البداية مشاهدينا الكرام، نؤكد دائما على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال ارتداء الكمامة وأيضا الالتزام بالتباعد والمسافات الآمنة. أما في هذه الرسالة، نتواجد داخل مكتب بريد العبوزة، وتحديدا سنتعرف على اليوم الثاني أو الشريحة الثانية، صرف المعاشات للشريحة الثانية لأصحاب المعاشات وسط إجراءات وقائية احترازية داخل مكاتب البريد بشكل عام. يعني عدد المستفيدين من أصحاب البريد هو حوالي 8.5 مليون مستفيد من هذه الخدمة بحوالي وإجمالي 15.5 مليار جنيه. تفاصيل أكثر سنتعرف عليها من خلال ضيفتي التي تنضم إلي، الأستاذة عفاف عبد الصبور، مدير مكتب بريد العجوزة. تحياتي أستاذة عفاف، كل عام وحضرتك بألف خير. آلية صرف المعاشات وسط الإجراءات المتبعة التي وضعتها الدولة لحماية المواطنين والموظفين يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل إطار الإجراءات الاحترازية للسادة أرباب المعاشات طبقا لما خططته هيئة القومية للبريد، احنا بنصرف 8.5 مليون معاش بمبلغ يقدر 15.5 مليار. أول يوم كان 1/6 ويوم 2/6 كانت المعاشات تحت 1000 جنيه، وكانت قدرها حوالي 2 مليون و400 ألف. النهاردة بنصرف المرحلة اللي هي الثانية من 1000 جنيه ل 2000 جنيه ب2 مليون و500 ألف. إن شاء الله يوم الحد هيبقى المرحلة الثالثة من 2000 لغاية 3000 جنيه، يليها إن شاء الله يوم الثلاث الناس السابقة اللي تخلفت عن الصرف السابق مع الناس اللي هي فوق 3000 جنيه، ودول حوالي فوق 3000 حوالي 1 مليون جنيه. احنا بنتكلم عن هذا العدد الكبير الذي يتوافد على مدار هذه الايام من اول يونيو حتى 9 يونيو، بتستمر عمليه صرف المعاشات. ايه هي اهم الاجراءات اللي حضراتكم حرصتم عليها لحمايه كل من يتوافد داخل المكاتب البريد بشكل عام؟ احنا من بدايه انتشار فيروس كورونا عملنا ساحه انتظار امام المكتب خارج المكتب، وفرنا للساده العملاء اماكن ساحات انتظار. كل عميل بيدخل بننده بالارقام، كل عميل بيدخل على حسب الشباك، وانا طبعا واقفه انا والساده الزملاء بننظم الدنيا بحيث ما يبقاش في المكتب اكتر من العميل اللي بيأدي الخدمه بتاعته فقط. وعلقنا طبعا من قبل العيد ان ممنوع منعا باتا اي عميل يدخل بدون ارتداء كمامه. المكتب بيعقم حوالي كل ساعه. الساده العملاء اللي ما بيرتدوش كمامات احنا بنوفر لهم الكمامه، والحمد لله ربنا يحفظ الجميع ان شاء الله. طيب لو بنتكلم عن المتخلفين او من فاتهم هذا الموعد المخصص لصرف المعاش، كيف بيتم التعامل مع هذه الحالات؟ لا عادي، ان شاء الله من يوم الثلاث كله هيشرفنا في المكتب، اللي معاشاته بتبدا من تحت الألف حتى فوق ال3000 بيصرف عادي. مواعيد العمل يا فندم؟ مواعيد العمل من 8 للساعة 2 ظهرا، وفي حالة سيزون ضغط الشغل بنبقى للساعة 4 شغالين. هل أثرت عملية الإجراءات الوقائية اللي حضراتكم بتتبعوها على صرف أي من الخدمات التي تخص مكاتب البريد؟ لا خالص، الهيئة موفرة لنا الحقيقة الحمد لله المطهرات، في شركات بتيجي تعقم المكتب كل يوم، احنا على مدار اليوم كل ساعة بنعقم المكتب، الكمامات والجوانتيات كلها متوفرة للعاملين، زائد ان احنا بنوفر للسادة العملاء اللي ما بيرتدوش كمامات بنوفر لهم كمامة يرتدوها قبل الدخول. طبعا في وقت صرف المعاشات او اي من الخدمات الشهريه لدى المواطنين بيبقى فيه تكدس وزحام، مدى وعي المواطنين باهميه التباعد الاجتماعي والالتزام بالاجراءات الوقائيه اللي حضراتكم بتتبعوها وبتنفذوها على ارض الواقع؟
احنا طبعا متواجدين وسط السادة العملاء، بنحاول بقدر المستطاع ان احنا ننظم طريقة القعدة في ساحة الانتظار برا، بنوعيهم على ان لازم يكون في تباعد اجتماعي حرصا على سلامتهم وسلامة السادة العملاء العاملين جوه المكتب. في غرف عمليات طبعا حضراتكم بتتابعوها يعني لمواجهة اي مشكلة بتواجه حضراتكم داخل منظومة الهيئة القومية للبريد، ماذا عن هذه غرفة العمليات وكيف تتابعون الامور؟ اكيد طبعا كل مكاتب بريد بتتبع منطقة، وفي غرفة عمليات بتبقى متواجدة في منطقة، احنا منطقة بريد الجيزة، السيد المدير عام المنطقة والسيد رئيس قطاع المنطقة دايما على اتصال يومي معايا ومع جميع زملاء المديرين المكاتب، اي مشكله احنا بنلجأ لهم على طول على الفور، بيكونوا موجودين معانا وبنتغلب ان شاء الله، والحمد لله الساده العملاء متفهمين، يعني احنا في الاول وفي الاخر حرصا على سلامتهم هم، وان احنا نقدم لهم خدمه بشكل ميسر سهل ملائم ليهم. يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذه عفاف عبد الصبور مدير مكتب بريد العجوز، اطلعتنا عن اجراء او عمليه صرف المعاشات لدى اصحاب المعاشات وسط الاجراءات المتبعه داخل هيئه الهيئه القوميه لمكاتب البريد، حوالي 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهوريه يقدمون خدماتهم المختلفه لدى الجمهور. يعني كانت هذه ربما هذه الصوره حتى هذه اللحظه. ندى اليك. نعم الزميله جاكلين ماهر، انا بشكرك شكرا جزيلا وجزيل الشكر لضيفتك الكريمه على هذا الوصف المفصل للصورة، وبالطبع الشكر موصول للزميلة شيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز.